اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه نسمه، قناه العائله، في هذا الاحتفال الخاص المتواصل باحتفال تونس بجائزه نوبل للسلام. وما ادراك ما جائزه نوبل للسلام اللي تحصل عليها الرباعي، الرباعي الراعي للحوار، واللي اختاروا ولو في الحقيقه لما نقولوا الرباعي الراعي للحوار توج بجائزه نوبل للسلام، هو في الحقيقه الشعب التونسي والمجتمع المدني، وكل تونسي حر يؤمن بهذا البلد وبهذا التراب وبالتاريخ العميق لهذا البلد الصغير في الحجم العميق. التاريخ هو في الحقيقة جائزة موجهة له نساء ورجالا. مرحبا بكم أعزائي مرة أخرى. نواصل هذا الماراثون، شفنا أنه بداء الماراثون في القصر الرئاسي في الساعة 9 صباحا وسيتواصل إلى حدود الساعة 9 بعد المساء. نعرف أنه نسمة جندت بكلها، فريقها، صحفيها، مصوريها، سواء في الحفل في القصر وكذلك ما ننساوش في البلاتو، في البلاتو هذايا، خاصة مع زميلتين مناء المناعي وفدوى التركي. مرحبا بكم. نواصل هذه الشهادات الحائمة حول دلالة هذه الجائزة، كيف يمكن أن نثمن هذه الجائزة، كيف يمكن أن نستثمر هذه الجائزة رمزيا، شنو المصلحة الملموسة الحقيقية أو المصلحة الأدبية والسياسية والاجتماعية اللي تونس باش تستفاد منها. مع أهل الذكر بطبيعة الحال استدعينا في هذا الحوار المتواصل الأستاذ صادق بالعيد. مرحبا بك، أنت غني عن التعريف، لكن أذكر أنك أنت من الأسماء اللامعة في مجال العلوم السياسية، وأنت أستاذ في القانون الدستوري. مرحبا بك. إلى جانبه نستدعى الفنان، هو بطبيعة الحال غني عن التعريف، علم من أعلام التمثيل سواء في المسرح أو السينما أو الدراما، وكذلك منشط ثقافي أيضا، فتحي الهداوي. مرحبا بك. نستدعاه كذلك سامية الزوالي، المديرة التنفيذية لمشروع يومية الوفاق. مرحبا بك. ويرافقك كذلك سي عز الدين عرفاوي، رئيس جمعية تونس تريد. وربما يظهر لي جايب لنا الورد وجايب لنا النوار، وهو يظهر لي فاهم انه هذه الجلسة ماهيش جلسة تاع حوار سياسي جدي، هي احتفالية أكثر منها. بارك الله فيك. هذه شكون هي؟ هي تحية لناس نسمة، تحية لكل الشعب التونسي بمناسبة نوبل السلام، وتحية لكل شهيد في هذا البلد السعيد. بارك الله فيك. احنا رمزيا نهديه هذه الباقة لكل تونسي وتونسية قاعد يشوف فينا وقاعد يحتفل معنا بجائزة نوبل للسلام اللي تحصلت عليها تونس. كذلك معنا فنان أسمر جميل، صاحب الإيقاعات الإفريقية الرائعة، حمد المجري اللي سوق نفسه في نفس الوقت على أساس أنه فنان يذكرنا بالجذور الزنوجية للموسيقى التونسية، وكذلك يصدر نفسه على أنه أساس أنه مظلوم، لأنه معناها ديما أحمد المجري ياما تسمع به عامل حفلة معناها تدوخ، وإلا تسمع به عنده عامل مشاكل ظالمينه على أساس أنه فهمتني حسين. مرحبا بكم. خلينا نقول أول شيء، ربما أول حاجة نجمو نقولوها، نبداو مع سي صادق قبل ما نشوفوا باش نشوفوا الفيتيار، وبعد باش ناخذوا رايك في تعطينا رايك في اهميه ودلاله هذه الجائزه. نشوفوا مع بعضنا الفيتيار باش نذكروا، يقولوا لي فيتيار حول نشوفوا شو عملنا الصباح حول هذه الجائزه. ويبدو انه قناه نسمه اجتهدت اجتهاد خاص، مبادره خاصه، وانجزت لنا شيء هذا. تفضلوا. Thank you.
مرحبا بكم مرة أخرى. شفنا الفيتيير، شفنا الأجواء، الأجواء صالونيل، أجواء تعيد على الأقل يعني فكرة، الفكرة تاع الهيبة، هيبة الدولة. ثم شغل يعني متقن في هذا الاحتفال، والحقيقة يستحق هذا الاحتفال. قبل ما نسهل سي صادق، نحب نرحب بالأستاذة محرزية عسلامة، محرزية غني على التعريف، محرزية العبيدي النائبة والقيادية بحركة النهضة. مرحبا بك في هذه الحصة الاحتفالية بحصول تونس، بمناسبة حصول تونس على جائزة نوبل للسلام. سي صادق بالعيد، شنو أول شيء نجمو تقولوه بهذه المناسبة من زاوية رجل العالم السياسي، ومن زاوية رجل الذي يتقن يعني إخراج الدلالات، خاصة انطلاقا من اختصاصك في القانون الدستوري؟ والله أولا يلزمنا نهنيه بالطبع الشعب التونسي بأكمله بهذا الاعتراف لكونيته بأنه شعب مسالم. لكونيته معناها عندما ننظر في التاريخ ومن منظار تونس ومن تاريخ تونس، أنا نوصل إلى هذه النتيجة، أن تونس من قديم الزمان كانت بلاد تواصل وليس بلاد تصارع، والعنف بأنواعه ربما كان قليلا استعماله في تاريخ أن هذه البلاد مقارنة مع منا بلدان أخرى. لكن الحقيقة نرجع إلى الحالة الحاضرة. طبعا مرتلا أنتم نسمع عملتوا مجهود كبير ياسر، وجندتوا كثير من الضيوف والزملاء من جميع الجهات تقديرا لهذا الحفل، وأتصور بأن ربما الكثير منهم قد قال ما يمكن أن يأتي بخاطري أن أقوله. فأنا أحاول ربما باش نحب ربما نستخسر أي باختزال. لو نعطوا فكرة مختزلة، اليوم نحتفلوا احنا التوانسة بجائزة نوبل السلام، شو أول شيء نجم نقوله؟ أولا هو كان نحطوا الاحتفال هذايا في نطاقه التاريخي لونفيرونمون سوسيو بوليتيك اكتويل، نعرف بان الاجتماعي السياسي ايوه معناها البلاد هالايام هذه عاشت ايام رهيبه راجعه الى تفشي الارهاب. اول في رايي انا انها رساله تبعثها لجنه نوبل، وانها تقول لهذه البلاد نحن نعترف بانك يا شعب تونس انت برغبه الارهاب هذا الموجود اللي ضربك معناها في الصميم، انت تبقى معناها شعب مسالم وشعب يريد السلام وشعب يعمل بطرق السلبيه لحل صعاب الامور فيه. هذه الرساله الاساسيه. هذا الرساله الاولى. الرساله الثانيه انا اراها هي رساله الى الارهابيين وأصحاب الإرهابيين بأن الإرهاب ليس له مستقبل بصفة عامة وبصفة خاصة في هذه البلاد التي سابقت الآخرين لتطوير منظوماتها السياسية ولإدخال الديمقراطية، دولة القانون، السلام في حياتها السياسية. حيث معناها كأنه يقول الإرهابيين لو حريتهم بعيد عليكم تونس باش تقلبوها على خاطر راهي بلاد مسالمة. الشيء الثاني يظهر لي بأن في الحقيقة كما تعرف النرويج والسويد والدنمارك والكل بلدان أوروبية، ولكن هما من أوروبا الشمالية. وأوروبا الشمالية ثقافيا وسياسيا وتاريخيا ليست بقية أوروبا. أوروبا اللي نورديكهم يسموهم. ربما نعرفوها. مع كل أسف نعرفوا بأن في نفس الفترة اللي كانت هذه اللجنة النوبل تفكر في الجائزة ومنحها إلى تونس، في تلك الفترة بالذات البلاد الأوروبية معناها عملت مبادرات إزاء تونس اللي ربما ما كانتش معناها طيبة ياسر، لأنها صادف بأن فكر الوقت هذاك هو وقت الإرهاب.
وكما نعرفوا معناها بعض البلدان معناها الموقف نتاعهم ما كانش معناها طيب. فاقول بان ربما هذه رساله انتم يلزمكم تراهنوا على هذه البلاد مش معناها تشبوا عليها. واضح واضح. خليني نبني على الفكره هذه والرساله وتوجه للاستاذه محرزيه العبيدي قياديه في حركه النهضه نائبه وجه من الوجوه البارزه في الحياه البرلمانيه التونسيه اليوم. سي صادق يقول لك تم زوز رسائل، اول شيء نجم نقولوه محرزيه شنو تقول السيده محرزيه من هذه الرسائل؟ يعني نحن نحكيو نحتفلوا على الاقل خلينا نقولوا بالدلالات باهميه الرساله هذه، خاطر المواطن البسيط فرحان يحب ماذا به يفرح ولكن ما يعرفش علاش. خلينا على الاقل نخاطبوا احنا النخب السياسيه باش يوضحوا لنا شنو هي الدلالات وشنو هي الرسائل لهذه الجائزه. هي مثل هذه الجوائز خاصه جائزه نوبل للسلام هي دلالتها ورمزيتها هي اكبر من كل شيء. هذاك هو واعتقد هنا فما يعني تكريم ان كونسيكراسيون تاع المجتمع المدني. للاكيد لانه اربع منظمات نتاع مجتمع مدني هي باسم ما تتاخذ هذه الجائزه وباسم تونس. اذا فما تكريم للمجتمع المدني التونسي. اذا اذا هي فما رساله تبعث الى التوانسه تقول لهم انكم في مستوى وعيكم، في مستوى عملكم، في مستوى وقوفكم يعني دوركم في بلادكم هذا جيد. ثم رسالة تبعث للشعوب الأخرى تقول لهم تونس كرمت لأن فيها شعب في مستوى معناتها من وعي، ثم معناتها أيضا مجتمع بالحوار وأعتقد أيضا فما رسالة للسياسيين لأنه اللي خدم وهذا يتقال اليوم في كثير من الخطابات، خطابات الأربع منظمات التي تم تكريمها وكذلك خطاب السيد رئيس الجمهورية، هو أنه تفاعل السياسي والمجتمع المدني برغم الهنات والأخطاء وكل ما معناتها والأزمات، ولكن في الآخر كان الاختيار أن العيش معا والبناء معا والتقدم معا على طريق الديمقراطية. فهذه الرسالة أيضا إلى السياسيين في تونس أنه ما عادوش تعملوا كما يقولوا فيها نفس الاخطاء اللي قد تكثر من الاحتقان، ولكن هناك طريق وهو طريق الحوار، الاصغاء، الالتقاء على مصلحه الوطن. ومن وارى ايضا انها رساله الى كل البلدان الاخرى التي هي في طور انتقال او غيرها، هو انه لما يختار الإرادة الوطنية تختار التعايش. نعم. والسلم، فنستطيع أن نجابه كل الأخطار بما فيها الخطر اللي تحدث عليه. سيدة محرزين، نحب ناخذ رأيك يعني باختزال وسريع. الناس اللي في وقت من الأوقات في الحوار الوطني ما أمنتش بالحوار، ما أمنتش بشغل الرباعي، شو تقول لهم اليوم؟ هم يعرفوا رواحهم شكون هم، لكن انا هو عادي جدا انه راهو الحوار ماهوش الخيار السهل، الخيار الأصعب. فباش تقنع بالحوار تقتنع بالنتيجة، فأرى أنه يعني عادي وخاصة في ظروف الأزمات أنه الحوار يذهب لوراه الأكثر إقدام والأكثر بعد النظر. فقط نقول يعني الحوار بتاع الشجعان نقول، خلينا نقول عادة. نعم, نعم يحتاج عادة. شجاعة من نوع خاص، شجاعة أن تصغي إلى الآخر، أن تضع نفسك في مكانه، وخاصة أن ترى المصلحة المشتركة، أي أن تنحسر الذات شوية هكا. فبالطبع المهم نقول لهم ناخذوا درس واضح باللي وقع باش ما عادوش ناقوا في نفس الأخطاء ونتقدموا بإذن الله. أستاذ فتحي، أول رياكسيون، أنت الفنان المثقف اللي عندك رؤية، اللي تنجم، اللي عندك موقف سياسي أيضا اللي صاير في البلاد واللي صار من البلاد وسي أيضا، شنو هو أول شيء أو شيء تقوله أو أول رسالة توصلك عندما تسمع أنه تونس الرباعي تونس تحصل على أهم جائزة سياسية تتعطى في العالم اللي هي جائزة نوبل السلام؟ اعتراف كبير من المجتمع الدولي ومن هيئة نوبل للسلام بمجهودات وبتعب وصبر كبير عند الرباعي الراعي للحوار وعند حتى كل الطبقة السياسية في فترة صعيبة وتكاد تكون حالكة، لأنه وصلنا إلى شفا حفرة وبعد الحمد لله أنه ضمدت الجراح شوية شوية، وهاي النتائج قاعدين نحصلوا فيها وإن شاء الله اللي جاي أحسن من اللي مر. اللي عجبني اليوم في القصر الرئاسي بقرطاج
هو اولا الفورم يعني الخدمه الشكل الاخراج الاخراج انه انفتحت برشا لو شفنا داخل انفتحت اماكن ما كنتش نعرفها انا مسكر مش اول مره نزور القصر فما عمل فتح حتى الوجوه وجوه معناها مربوطه ببعض مشوشه مربوطه ببعض قبل كنا نشوفوا في شويه وجوه بعض الشجور المكفهره الحاجه الباهيه انه جميع الفرقاء السياسيين وهذا حاجه مستني عاطفيا برشا شفت جميع الفرقاء السياسيين على تناقضهم في بعضهم وعلى اختلافاتهم فانه التفوا اولا حول الرباعي الراعي الحوار حول رئاسه الجمهوريه في التكريم هذا في الاحتفال هذا ثم في بينات بعضهم هناك كثير من العناق والتسليم والقبل وكان حقيقه نوع من العرس ومش مسرحيه في الحقيقه هي لا لا ستي سانس اللي شفته انا اجتمعوا عليها التوانسه فما حاجه اذا الفورم حلوه برشا لو ترافاي ميدياتيك حلو معناتها التصوير وكذا تسويق التصوير تسويق الصوره تسويق الصوره والعلاقه العاطفيه اللي توجدت ما بين الناس اللي نساو في مرحله ما في فتره ما في وقت ما كل الاختلافات وقربوا لبعضهم وما هذا الا بسبب هالجائزه هذه التكريميه الكبيره في نفس السياق انا نحب نقول حاجه انه تونس السنه هي ضيف شرف لاسواق نوال في بروكسل انا كنت في بروكسل من اجل هذا الموضوع تونس فما يعملوا هما لي بليزير ديفير والا لي فيت دو نويل كل سنه يدعو بلاد تكون هي ضيف شرف وينتظر زياره تقريب حتى اكثر من 3 مليون سائح من البلجيكيين نفسهم وكذلك من الالمان والفرنسيين واليابانيين والسويسريين ينتظر حتى عدد يتجاوز 3 مليون انا كنت في بالي مليونين لكن صلحوا لي البوغماس يعني المحافظه نتاع بروكسل قالوا لي لا 3 مليون واكثر اذا احنا حضرنا برنامج ثقافي من جمله من احد الاسس اللي ينبني عليها هذا البرنامج الاحتفالي الفني الثقافي بخلاف المسرحيات اللي باش ناخذوهم بخلاف الفنانين اللي باش ناخذوهم الصناعات التقليديه الوانتيتي وزاره السياحه وزاره الثقافه وزاره معناها سي فتحي فما حاجه مهمه انه كل هذا يحوم حول مساله الاحتفال بجائزه نوبل للسلام فنحن سنضرب عصفورين بحجر واحد احتفال 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 العالم خلينا نقول انه توا عينين العالم علينا احنا من بدايه 14 جانفي او ما يسمى بالربيع العربي تقريبا عينين العالم علينا وربما هذه تاكيد جائزه نوبل للسلام على انه مش في انتم احنا عينين عليكم نراقبوا فيكم فقط بل احنا نحب نبعثوا ايضا رسائل من خلالكم لناس اخرين تو ربما نقشوه الموضوع هذايا اما خلينا نشوفوا بهذه المناسبه عينين السياسيين او ارائهم حول بمناسبه حصول تونس على جائزه نوبل للسلام تفضل هذا حدث نظر أن يتكرر في تاريخ الشعوب اليوم جائزة نوبل هي تتويج للرباعي وللدور اللعب ولكنها تتويج للشعب التونسي اللي نجح في أنه خلافا لباقي الثورات العربية أنه ينجح في الانتقال الديمقراطي اليوم تونس على طريق الديمقراطية احنا توعنا مدة واحنا نحتفل بهذا لأنه حاجة استثنائية ما تصيرش برشا مرات في تاريخ الشعوب وطبعا الحال ان شاء الله الاهم من هذا هو انه الميساج اللي اعطتهونا لجنه نوبل نفهموه كلنا وهو مواصله الحوار الوطني ومواصله التوافق الوطني اللي هو اهم شيء بالنسبه لبلادنا وان شاء الله هذا معناه نفهموه ان شاء الله ديما تونس في العلالي كما يقول نحب نهني الرباعي ونهني التوانسه بالجائزه هذه اللي هي في جوهرها اعتراف بنجاح التوانسه وبنجاح الطريقه اللي توانسة نجم يديروا بها الحوار ويخرجوا بها من مطبات الصعبة لابد من التسويق الإيجابي للإنجاز هذا يلزمنا نوريه نعملوا أفلام على الحوار الوطني واللي صار في الحوار الوطني وليامات والليالي اللي عديناها في الحوار الوطني نعديه بالعشرين ساعة ساعات في اليوم وإحنا نتحاوروا باش يخرجوا البلاد بتاعنا من الأزمة إحنا نعتبروه مكسب بالطبيعة لتونس واللي هو معناه نهنيو الشعب التونسي كله معناه على المكسب هذا والربع الراعي الحوار وهذا مكسب لابد ان نستثمره زاد احنا في تونس لانه بالفعل الان ما قاعد يروج على تونس انا بلد ارهاب وكذا هذا لابد ان نغيره
احنا التوانسة معناها المنطقة نتاعنا، وانه لابد اننا نستثمر الجائزة دي حق الاستثمار. رباعي وعمل الرباعي والحوار الوطني مطلوب دائما وابدا، لانه اللي صار لتونس من نكبات ومن ازمات سببها انعدام الحوار. نهار اللي تتحل افاق الحوار والناس تحكي مع بعضها بلغة الكلام وبلغة الفكر يتنحى كل الازمات. إذا هذه ربما خلينا نقول ردود فعل الوجوه السياسية، النخبة السياسية التونسية، وربما نزيد ونوريو بعض الردود الآخرين. خليني ننتقل أنا لسي عز الدين عرفاوي رئيس جمعية تونس تريد، قبل ما يغادرونا ويعطونا فكرة، وكذلك معه الأستاذة سامية الزوالي المديرة التنفيذية لمشروع يومية الوفاق. شنو جبتونا الاحتفال؟ شكرا على الورد أنت يا أولا. شكرا على واجب. تفضل لسامية. احنا قبل كل شيء قلنا اليوم اللي هو تكريم لرباعي الحوار، هو في حد ذاته تكريم للشعب التونسي، وكذلك تكريم قناة نسمة اللي هي واكبة كل المراحل المرت بها السياسية المرت بها البلاد. وانا كناشطة سياسية كذلك تبعت يعني التحرك، وشفت انه معناها قناة نسمة كانت دائما في الحدث، واليوم تحس انه اللقاء كان في قصر قرطاج يعني رجع هيبة الدولة ورجعتك الالوان الزاهية ورجعت الفرحة، وتحس فما ناس يعني مسؤولة. تحسوا انه جائزة نوبل السلام هي رسالة للشعب التونسي ولمؤسساته بضرورة المزيد من العمل، انه احنا كعالم خارجي مدهدنا طريق وفتحنا الباب، والشعب التونسي طوائن ومؤسساته مطالبة بالعمل اكثر فاكثر باش يستغل جائزة نوبل السلام هذه باش يتحرر اقتصاديا ثقافيا، باش تكون عديد الانشطة واستثمار فيها جائزة نوبل السلام. احنا جينا اليوم باش نقدموا يومية الوفاق. اي ورونا اليومية. لوحة الوفاق هي هذيك، هي لوحة للمصالحة بين كافة الأطياف السياسية والاقتصادية والثقافية، هي من توقيع أغلب الناشطين السياسيين. نجد هنالك توقيع سيادة الرئيس الباجي قايد سبسي، رئيس الحكومة السابق سيد مهدي جمعة، رؤساء الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتهم. وهذا شنو هذه النصوص؟ هذه شنو؟ هذه النصوص كلها توقيعات للتوقيعات الدعوات للمصالحة وللوفاق وثيقة. للعلم أنه المرحوم شكري بالعيد من قبل ما يتوفى، لأنه العمل هذا عنده 3 سنوات وأكثر من العمل وإحنا نجتهد فيه. شكري بالعيد الله يرحمه كان عاطي دعوة للوفاق وللسلام. اللوحة هذه زاد فيها كذلك شهادة من المرحوم نيلسون مانديلا، وبعث لنا فيها مراسلة رسمية من للعلم أنه اللوحة هذه موجودة في منزل نيلسون مانديلا. اللوحة هذه كما قلنا معناها أغلب فيها رباعي الحوار، سي حسين العبيسي، مدام وداد بوشماوي، الرابطة التونسية الحقوقيين، يعني كل الأطياف السياسية والمؤسسات موجودة كلها تسعى إنها للوفاق للحوار للتضامن وللسلم في تونس. واضح. شكرا جزيلا. رجعها لنا هذيك، رجعها لنا حتى احنا هذه. للذكر اليوميه هذيك هما زوز مشاريع، مشروع لوحه ومشروع يوميه. مشروع اليوميه وقع اهداؤه لوزاره التربيه في مشروع برنامج مدرسه الغد، واحنا كنا سباقين، عملنا ندوه صحفيه في 13 جانفي 2015 في نقابه الصحفيين، ودعونا انه مداخيل كل اليوميه المخصصه بتقريبا 1.5 مليون ستخصص لتنمين المؤسسات التربويه. وقع اعتماده ان شاء الله من وزاره التربيه، واحنا حاليا في الاجراءات النهائيه لجمع التبرعات وتقديمها لوزاره التربيه لكافه المؤسسات التربويه باش اولادنا يقراوا، باش اللي ينقطعوا على التعليم يواصلوا التعليم. واضح. شكرا. واضح واضح. ساميه في كلمتي ما عادش عندنا برشا وقت. كلمتين. الثورة مسار، الثورة قرار، الثورة اختيار، الثورة حوار بدل الحديد والنار. وتونس اليوم تريد تواصل، تسامح، تصالح، تضامن، تريد وفاق، وئام، وفاء، ولا تريد نضال، نشاط، نماء، نظام، تريد سعي، سلم، سمو، سؤدد. أحرف تونس كتبت من ذهب ومن نور، تاؤها تضامن، واوها وفاق، نونها نماء، وسينها سلم. اللهم احمي تونس. بارك الله فيك على هذه الكلمات اللطيفة والتي تعبر. أي يلزمها الموسيقى، ولكن قبل الموسيقى أنا نحب فتحي، نحب التعبيرات العفوية مهمة جدا. التعبيرات العفوية واحد ينجم يبني عليها بعد مشاريع
فكريه وثقافيه ويبلورها. خلينا احنا نحكيوا على تمش من احسن ما الشعب اللي يعبر بطريقه عفويه، ولكن الصباح عملنا دي بورتري معناها ميكرو تروتوار، لقينا برشا ناس من التوانسه ما يعرفوش شنو هو جايزة نوبل، شنو دلالتها، شنو اهميتها، وقتاش تعاملت، علاش تعاملت، منتمي لاي البلاد، يلا نرى فيها فلوس ما فيهاش فلوس الى غير ذلك. خلينا نشوفوا في الفيتيار هذايا شنو هي جايزة نوبل والتاريخيه نتاعها. تفضلوا. جائزة نوبل للسلام تعطات أول مرة عام 1901 بعد ما ألفريد نوبل خليها وصية باش كل عام يعطيوها للي ساهم في نشر السلام والحرية ولا يقوم بأعمال خيرية ويعمل ما فيه الفايدة للإنسانية والكرة الأرضية. الحاصل 10 ديسمبر من كل عام اللي هي ذكرى وفاة ألفريد نوبل تتعطى جائزة نوبل للسلام في أوسلو، والبرلمان النرويجي هو اللي عين الكوميتي سيليكسيون اللي يختار الفايز، وهي جائزة نوبل الوحيدة اللي تتعطى لبرا من السويد. بخلاف العوامة اللي ما تعطاتش فيهم كما وقت الحروب العالمية، الجائزة هذه ينجم ياخذها عبد ولا منظمة كما مثلا الكرواروج، اليونيسيف، ولا لكاسكو بلو، منظمة الأمم المتحدة، أمنستي انترناسيونال. ومن أشهر الناس اللي تحصلوا على الجائزة هذه نلقاو مارتن لوثر كينغ عام 63، أنور السادات عام 78، ميرتي غيزا 79، ديسموند بيلو توتو، الدالاي لاما، ميكايل غورباتشيف، نيلسون مانديلا، ياسر عرفات، وجيمي كارتر وباراك أوباما عام 2009. وسنة The Nobel Peace Prize for 2015 is to be awarded to the Tunisian National Dialogue. تونس تحصلت على الجائزة هذه، دونك كانك تونسي افرح وسلام. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نحن في هذا الاحتفال الخاص الرسمي بحصول تونس على جائزة نوبل للسلام. نشكر السامية الزوالي وعز الدين العرفاوي اللي قدموا لنا بطريقة عفوية تفاعلهم مع هذا الحدث المهم. هنا نحب نسأل الأستاذة محرزية العبيدي اللي هي قيادية في حركة النهضة حول الرسائل. احنا قبيلة قلنا ثم رسائل أيضا لتونس، ولكن كأن هناك رسائل لابد تونس أن تبلغهم من خلال هذه الجائزة، ربما للأجوار، ربما لأفق سياسي آخر. شنو قراءتك أنت؟ قبل كل شيء رسالة لبعضنا لأنفسنا هو أنه علاش نسأل فيك هذا أستاذة؟ على خطر هناك رأي عالمي يقول البلاد الوحيدة اللي توا اللي منعت فيها الربيع العربي اللي ثم شكون يقول انه هو ربيع اسود في الحقيقه بعد الشيء اللي صاير معناها حول اجوارنا، يقولوا انه تونس هي النموذج، وكانه اعتراف بان النموذج التونسي في هذا الانتقال الديمقراطي رغم هشاشته انه نجح، وبالتالي فهي رساله لبعض البلدان التي شهدت اضطرابات او ربما ثورات لم تنجح الى غير ذلك. هذا شو حاب نقول لك. ولكن انا نقول انه قبل كل شيء الرساله انه احنا باش نقتنعوا باللي احنا مع بعضنا عملنا نموذج نتاع انتقال سياسي واللي باش ننجحوا في الفترة هذه، انتقال معناتها اقتصادي ومأسسة الديمقراطية. وبالطبع أكيد في رسالة للشعوب اللي قاعدة تلوج في انتقالها أو تنجم تقول في طريقها نحو الانتقال، ولكن ضاعت في الفوضى، ضعت في الدم، ضعت في الأجندات أيضا، في التناحر وفي الأجندات المتضاربة. نعم. إنه ربما أهم حاجة، وأنا كنت في الفترة ذيك مشاركة في المجلس الوطني التأسيسي دونك من داخل، إنه تعرف أيا كان اختلاف السياسيين أو المثقفين أو غيرهم، كان ثم حاجة ربما حرصنا فيها على بعضنا هو إنه وقلنا إحنا كنا متفقين دم التونسي غالي، إذن الإنسان التونسي غالي حياته. ولذلك لما ضربنا الإرهاب كانت لاحظش أنه كل فريق يحاول يضعف المجتمع التونسي، الناس تقف مع بعضها وهو اللي يوخر، والمجتمع التونسي والنموذج التونسي اللي يتقدم. قد تكون هذه الرسالة أنه ضعوا الإنسان في قلب مشاريعكم، نقصوا من أجندات الحزبية ولا الأجندات نعرفش الإيديولوجية أو اللاوطنية، حطوا الإنسان في قلب المشروع وتوا تلقاو أنفسكم جالسين حول طاولة حوار وتلقاو على شنو تتفقوا برغم الاختلافات. سي صادق، الرسالة الأخرى خارج المجتمع التونسي وخارج تونس،
هو أنا نتصور بأن هي كما تقول معناها رسالة أمل على مستوى العمل السياسي في هذا العالم اللي نعرفه بأنه أصبح مهدد في جميع القارات وفي جميع مستويات الحضارة أو التقدم بالإرهاب الأعمى الخشن. هذا كأنه نداء إلى الشعوب شعوب العالم بأن يتفاهموا في وضع خطة عالمية للحفاظ على السلام، لأن السلام هو أغلى شيء عند الإنسان، عند المجتمعات، عند الحضارات. فنقولوا بأن يا شعوب العالم شوفوا هالبلاد الصغيرة اللي كيف اللي ضرب فيها الإرهاب ولكنها نجمت باش تجاوزوا تقاوموا ضربت فيها كل منها الأخطار السياسية الاجتماعية وما إلى ذلك، والحقيقة أخذ منه بعض الشيء. لكن رغم هذا تجاوز هذه الصعوبات وألقى بوسيلة الرباعي هذا معناها طريق، نمكن نقول طريق السلام. فنقول بأن ربما هذه دعوة إلى كثير من البلدان الأخرى سواء كانت المتوسطة التقدم أو المتقدمة جدا، أن راهو إذا كان ما نعملوش مع بعضنا البعض على إرساء السلام لفائدة الجميع فإن التقدم والحضارة والسلام وما إلى ذلك لن يحصل، لا لهؤلاء ولا لهؤلاء. البلدان المتقدمة في خطر والبلاد أقل تقدم في خطر ربما أكبر، أما المشكل وكما تقول الخطر هو هو. وهذا نقول بأن ربما السابقة التونسية يمكن أن نعتمدها كمثال للذهاب معا نحو أنها شاطئ السلام في صالح الأمة. قادرين احنا اليوم نصدروا النموذج هذا، قادرين احنا اليوم نصدروه كنموذج لحل مشاكل العالم، لأن الناس تستفيد من تجارب الشعوب. تستفيد من تجارب الشعوب. والله يقول لك باختصار حتى ما عادش علينا برشا وقت، نقول بأن إذا كان تونس نجحت في فترة صعبة كانت معناها تري توندو فترة صعبة، معناها من الممكن أيضا أن تنجح في ظروف ربما أقل معناها صعوبة وأقل تجنج. لكن في الحقيقة زاد نقول بأن هذا ما يصير إلا إذا كل الطبقة السياسية وأصحاب القرار يبقاوا يتذكروا الدرس والرسالة متاع هدايا البري نوبل. نقول شو توا احتفلنا به وآية حتى ونسيوها توا يلزمنا نكونوا معناها متسلحين بعقلية السلام التي نادى بها منذ القرنين معناها النوبل. واضح. خليني تونجيك فتحي نعرفك عارف شو تحكي على المسألة. أنا الأستاذة المحرزية الدرس تم درس في هذه ويقال انه مش نحتفلوا به ونساه. شنو المقترح مثلا؟ يلا نضرا نجموش مثلا في التعليم مثلا في البرنامج التعليمي مثلا في الثانوي او الابتدائي انه ندرسوا مثلا انه تونس خذت جائزة نوبل للسلام وهو شنو هو هذا ممكن فعلا. ومن يقوم بهذا بهذا المقترح او ماشي مقترحات اخرى؟ اكيد قبل كل شيء شنو اللي خلينا ناخذ الجائزه؟ اليس الحوار واتخاذ الحوار آلية من آليات حل النزاعات والالتقاء. إذن يجب أن ندخل في ثقافة الحوار وأن أن يصبح هذه معناتها عقلية وأن نربي عليها النشأ.
ثم بالطبع حدث جميل مثل هذا، حدث رمزي وحدث أيضا مفصلي واستثنائي، نعم. يجب أن يكون هناك إبداع حوله. كيفاش ندرسوه؟ ندرسوه بالغنية جميلة، ندرسوه ربما بعمل مسرحي، ندرسوه بقصيدة، ندرسوه بسلوك سياسي، ندرسوه أيضا بسلوك أن نكرسها في السلوك السياسي، نعم. وسلوك المواطنة. إذن بالأكيد لازم تكون معناتها نقطة تحول، نقطة تحول في طريقتنا في التفكير، ويجب نقل هذه التجربة، وعند ذلك لا نحتاج أن نسوقها، تسوق لنفسها. بماذا؟ بإصرارنا على مواصلة. سيد أحمد، باش تتكلم ولا باش تعزف؟ حبيت تقول. خلاص اسمعوا نسمعوا. قول باهي تفضل. حبيت حاجات. أي أي. حبيت تشاركني في الحوار. مثقف أنت وأستاذ موسيقى وكذا، وتبارك الله عليك. سلام عليكم. وأنا ديما ننسى. البروفيسور بتاع فتحي الهداوي، أنا وقيت مع شوفي بلايد الله يرحمه. وليك بعد اوكي حاضر عايز فتحي. حبيت نحكي على اهميه جائزه نوبل، لان جائزه نوبل هي اللي خلات بلجيك قرروا انه تكون تونس ضيف شرف في هذه ملذات الشتاء او سوق نوال، سوق اعياد الميلاد. اللي هو في الواقع رافد كبير ويعطي فيزيبيليتي كبيره. اذا من 3 ملايين ولا اكثر شويه سايح بلجيك وغير بلجيك، وبلجيكا تمثل الزبون الثالث او الثاني عندنا من حيث، والان ثم منع للسفر الى تونس باعتبار أن تونس هي بلد سيتامبي اريسك، لانه اطراف سياسيه واطراف المجتمع المدني أصرت أن تكون تونس ضيف شرف في هالمناسبة الكبيرة. إذا 10% من 3 ملايين يجيونا ولا 15%، فأنه ساعدنا بطريقة أو بأخرى على أنه السيزون معناتها الموسم السياحي يمنع شوية. إن شاء الله الحكومة البلجيكية تعيد النظر في مسألة هذا المنع أو هذا عدم التشجيع على الذهاب إلى تونس، باش يكون احتفال كبير. وربما حتى الجائزة هي رسالة للأوروبيين أيضا. بالضبط بالضبط، هو هذا. نحن عملنا الكونسيبت، عملنا أنه كله يدور حول الرباعي الراعي الحوار جائزة نوبل، بأعمال فنية من موسيقى إلى مسرح إلى رقص إلى حاجات تصير في الشوارع وفي اللي بلاس. هذا في رأس العام. هذا يبدأ من نهار 27 من هذا الشهر مع الوانتيتي، عندهم احتفالية كبيرة، ثم يتواصل حتى ل 26 أو 27 من شهر ديسمبر. وزارة السياحة وزارة السياحة، وزارة الثقافة، وزارة النقل، رئاسة الجمهورية، نعم. مشكورة اللي أخذت على عاتقها هذا الموضوع للمساعدة فيه، رئاسة الحكومة إن شاء الله. فأحنا هذا عمل جماعي أمبليكي فيه كل المؤسسات الوطنية، حتى نعطي صورة، وما فماش أحلى من أنه نعطي صورة من خلال أعمال فنية. فتحتي شنو الصفة نتاعك في هذا المشروع؟ أنا مدير الفني مسؤول على البرمجة. مدير الفني مسؤول على البرمجة. نعم نعم نعم. ان شاء الله. وشفنا السيده الوزيره وزيره الثقافه والسيده وزيره السياحه، وان شاء الله قاعدين نلموا كلنا في بعضنا باش نعملوا ان جراند ديليغاسيون، معناتها اعمال مسرحيه كبيره، اعمال فنيه كبيره، حتى نفكروا حتى نجيبوا خيول، نفكروا نجيبوا فيوله باش نحكيوا على تونس القديمه، تونس اللي بدات من عهد كرتاج. يعني فما فتح يحلم بالكبير. لا هو واقعيه، يتكرهوا الفيول كما يتكرهوا. على كل حال بالتوفيق فتحي. وحبيت بالمناسبه نشكر المجتمع المدني، ونشكر سفير تونس في بروكسل ستار الشريف اللي حقيقه قايم بمجهود كبير، ونشكر لافيل دو بروكسل اللي حاطه تونس كنواره وكمرجع يحتذى به في هذه الاوقات الصعبه. واحنا عندنا تونس ايضا في الخارج، في فرنسا، في بلجيكيا، وفي هولندا، في اسبانيا، وفي ايطاليا، اللي عندهم اللي قلبهم على البلاد، وما يفلتوا حتى فرصه انهم يعملوا مبادرات. هنالك حضور واظاء للتونس، ونحيوهم من خلال قناه نسمه، ومن خلال الاعمال هالمناسبه هذه. سيد احمد، ونسمه باش تغطي ان شاء الله الموضوع هذا. ان شاء الله. حبيت نقول ان الاغنيه هذه غنيتها في الشارع نهار لوفيرتور نتاع ايام قرطاج المسرحيه، ومدام الاخضر متعديه، والوزير الاول، دونك الاحساس هذا وانا واقف سور سين، وقت الفنان ديما كبير. نعم. في نظر الاشياء معناتها فهمت. كي تقول مدام الاخضر وما تقول السيد الوزير وزير الثقافه هكا. سامحني اي ما يلزمنا. ما انا هكاك الحكومه العربيه نتكلم. وشكون الاخر؟ وشكون الاخر؟ والوزير الاول نتاع تونس. اي رئيس الحكومه. رئيس الحكومه. سيد حبيبي السيد. حبيت نقول انا كي غنيت الاغنيه الشارع فرح.
خاطر انا اول واحد غنى في شارع بورقيبه. هذا في الافتتاح تاع قرطاج المسرحي. انا غنيت في الشارع اول واحد، معناتها سي الاسبريم تاع السبيكتاكل دوسان وفتحي يعرف ومدام كانت تعيش برا. حسيت اللي في فتره الشارع نتاع تونس تفك بالفونداليزم وبيتسيتيرا. دونك نهار اللي طلعت غنيت الاحساس هذاك فريمون حاجه انكرويابل. نحاول انا كما قلت لك قبيله الاغنيه ذي ديجا تلامذتي حافظينها وهي بثلاثه لغات، بالتونسي بلغتنا وذكرت فيها فرحات حشاد الله يرحمه، وبالفرنسيه وبالانجليزيه، باش نقولوا راهو الارتيست التونسي يتقاسم، معناتها لازم يكون في الفيترينه من الاول مع الناس اللي عملوا في السياسه، باش يمنوا انه الفنان ينجم يعمل جمله نتاع موزيكا تجيب 10 ملايين توريست وتفرح الشعب. خاطر انا توا من نهار اللي خذاو جائزه نوبل وانا ما نعرفش فرحان، وباش نقول حاجه ما تسالش عليها. اي قول قول ما تسالش. كلمت برشا راديو نيت وبرشا تلفزيون حتى تنعدي الاغنيه هذيا، يقول لك تو نرجع لك وما يرجعلكش. انا نسائل بربي لماذا هذا اللعب؟ هذه رساله. شيء غريب. صاحب الدراج يقول لكم عندي اغنيه جديده للاذاعات وما تعدوا ما تعدوش. المفروض الدوله خاطري اولها هو بعد فتحي، المفروض الدوله تاخذ الاغنيه هذه وتعمل. اي تو سمعنا تو خاطر ما عادش علينا. نكمل جمله مفيده. اي كمل. اي فهمت. حبيت نقول انه نورمالمون الدوله وتاخذ تعمل في سي دي ويحفظوها الناس باش يتفكروا انه 2015 نحن. باهي لانسي تيوب نتاعك من خلال قناه نسمه. فازي تيوب صحيح. استفتح نسمه تو. Le Nobel est là, c'est le prix de l'espoir. Soyons tous unis autour de ce pays. Le Nobel est là, c'est le prix de l'espoir. Soyons tous unis autour de ce beau pays. Protéger cette terre, oui, oui, c'est un devoir. Suprêmement les chers et cultivant la vie. مبروك مبروك يا بلادي مبروك لا لا مبروك مبروك للناس اللي يحبوك مبروك مبروك يا بلادي مبروك 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 للناس اللي يحبوك De sang et de chair, sans regret, sans détour, reçois ma prière, que Dieu éclaire nos pas. De sang et de chair, sans regret, sans détour. Reçois ma prière, que Dieu éclaire nos pas. Oublions la haine, je vous offre l'amour. Plus jamais de guerre, Inch'Allah, Inch'Allah. Mabrouk, mabrouk, ya bladi mabrouk, la 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 la. Mabrouk, mabrouk, les nas li yhebouk. Mabrouk, mabrouk, la 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 la, ya bladi mabrouk. مبروك مبروك للناس اللي يحبونا لنا مبروك عليك وديما ان شاء الله في العلالي نغني عليك يا بلاد الخير لحني وموالي مبروك مبروك يا تونس مبروك 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 للناس اللي يحبوك نغني للسلام وبأعلى صوت أمجادي نحاكيها ليا راهو فرحاتي نادي نرسم الأحلام صورة تبقى لأولادي معاك يوفى الكلام خضرا وحرة يا بلادي مبروك مبروك لا 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 يا بلادي مبروك 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 للناس اللي يحبوك مبروك مبروك يا بلادي مبروك 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 للناس اللي يحبوك مبروك مبروك يا بلادي مبروك 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 للناس اللي يحبوك مبروك 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 يا بلادي للناس اللي يحبوك مبروك على الجائزة على جائزة
نوبل للسلام اللي استحقوها التوانسة، استحقها المجتمع المدني، استحقها الطبقة السياسية، استحقتها المرأة التونسية، استحقها كل تونسي يشعر بأنه ينتمي لهذه البلاد اللي هي مش 3000 سنة 10000 سنة من الحضارة. شكرا جزيلا الأستاذة محرزية العبيدي، مرحبا بك وشكرا على هذه المشاركة. يقولوا لي مازال باهي عندنا شوية وقت، سي صادق نجموش نعطوا آخر يعني آخر خلاصة، الخلاصة المستقبلية لدلالة جائزة نوبل غدوة، باش نكملوا الاحتفال غدوة شنو باش نعملوا؟ غدوة يلزمنا كما نبدلوا النغمة السياسية، مش النغمة الموسيقية. أيوة مش النغمة الموسيقية. أي معناها الحقيقة البلاد هذه بكل صدق غدوة شنو يلزمنا نعمل؟ تحديات كبيرة، واللي يلزمها في الحقيقة نفس جديد، يلزمها تتعلى على كثير من التجاذبات اللي مع كل أسف طغت في المدة معناها الأخيرة أو الأخيرة المدة الأول ملا. فأقول أنا ثم أسلوب سياسي جديد يلزم نقوم به. والله ما غير ما ندخل في عمق السياسة نقول ناخذ مثال نتاع مسألة اللي هي مازال توا هكا حية نتكلموا فيها. تعجبني الدبلوماسية نتاعك. استاذنا عندك دبلوماسية، أنا عارفك شو تحب تحكي. أما يلا واصل 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 واصل. بدأ نقول ثم الحقيقة معناها كثير من الخلافات اللي اليوم يلزمنا أحبابنا أم كرهنا أن معناها نتعلى عنها وأن نجد لها معناها حل جذري. على خاطر إذا لكان ما لقاوش الحل بصفة صادقة للخلافات الموجودة اليوم راه غدوة مش يكون عنده تأثير معناها سلبي على ما سيقع. أولا في الانتخابات القادمة الانتخابات البلدية والجهوية، وهذه أول تجربة في هالنظام معناها الجديد والدستور الجديد والروح معناها الجديدة. إذا لكان ما ننجحوش حقيقة هذه الانتخابات وندخلوا فيها كما تفضلت السيدة محرزية، ندخلوا فيها بالمجد الديمقراطية التشاركية اللي هي مكتوبة ومنصوص عليها معناها صراحة في نص الدستور من التوطئة متاعه إلى آخر فصل بدأ منه. إذا كان ما ننجحوش في الانتخابات الجهوية فإن الكثير من الصعوبات مش تتراكم أكثر من اللي هو اليوم. بل نقول يلزمنا كما تقول نبدلوا معناها الخطاب متاعنا والأسلوب متاعنا باش نوصلوا إلى حقيقة سياسة تشاركية فعالة وإيجابية لصالح معناها هذه البلاد إن شاء الله. لا محرزية خليني نقول سيد أحمد أنه يقولوا لي انا في الحافله، عرفتها مصطلح الحافله، انه 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 هنيتك ثم تفاعلات كبيره معها، فهمت كيفاش؟ اي هكا اي نغنيك انا على الاذاعات اللي تتشكى منها ونقول لك انه يقولوا لي سمحني يقولوا لي اغنيتك قاعده يتفاعلين معها وقالوا لك اذا عندك اغنيه اخرى توا ولا عندك حاجه تنجم تسمعها لنا. اما قبل ما نسمعوا استاذه محرزيه فيما معناتها ما يلي شنو بعد الجائزه هذه المسؤوليه روح المسؤوليه، لانه لما تاخذ جائزه وانه الشعب انه بلاد كيما تونس ومنظمات مجتمع مدني تاخذ جائزه هذا يعطيها مسؤوليه كبيره، مسؤوليه كبيره في دورها في المجتمع، مسؤوليه كبيره كيفاش تواجه الصعوبات وكيفاش ما تتخلاش عليك الروح اللي قادتها باش تاخذ جائزه. اذا فعلا مسؤوليه النجاح في الانتخابات الجايه ومسؤوليه عدم التخلي عن تلك المقدرة على الاستماع للآخر وعلى أنك تعتلي شوي على المصالح الآنية والمصالح الخاصة إذا كانت متاع شخص أو مجموعة باش ننظر مصلحة تونس، وهذا ممكن، هذا عملناه وإن شاء الله نجموا نعملوه في المستقبل مع بعضنا وبروح المسؤولية. فتحي غدوة شنو نجموا نعملوا؟ هو غدوة مش غدوة معناها هو الرباعي الراعي لماذا؟ للحوار. الحوار الحوار لونيون ساكري تكاد تكون الان حقيقه في الوضع هذا الصعيب على جميع المستويات
الاقتصادية والأمنية إلى آخره، ما عندناش حل في تونس إلا هذا الاتحاد حول شيء مقدس اللي هو هذا البلد، إن شاء الله يكون أمين. كنت قبل نضحك كيف الفريق تاع كرة القدم يربح مثلا فيزيدونا في اللوفوريا ذيك، يزيدونا في سوم كذا وكذا وكذا، ما يزيدوش جايز نقول لك قبل يزلقونا مناسبة الرباح اللي كيفنا، حتى ولينا بسم الله الرحمن الرحيم نتمناو باش يعمل تعادل على الاقل نفطنوا ويزيدوا من نص الليل وماضي ساعه عليه، فجايز نوبل للسلام ما يلزمش تكون تعلى لتزليق اشياء، بل بالعكس ما تكون مسؤوليه، لازم نكونوا على قدر هالمسؤوليه ذي جميعا مع بعضنا، المجتمع المدني والطبقه السياسيه. ما عندناش حل اخر غير لونيون ساكري بين التوانسه الكل، والمظاهر اللي شفتهم اليوم نتاع العناق ونتاع الصور التذكاريه ونتاع الود اللي في العينين ونتاع الفرحه اللي مقاسمينها الناس الكل، حقيقه ربما اعطتني انا شخصيا دفع معنوي ودفع سيكولوجي باش يكون عندي امل في ذهني هكا يكون مشرق لتونس ولبلادنا ان شاء الله وللمحيط نتاعنا، لانه احنا في محيط، احنا ناثروا على المحيط، ناثروا على جيراننا، وان شاء الله تاثير تونس دائما يكون تاثير ايجابي. واضح. سيد احمد حبيت نقول اللي البارول نتاع الاغنيه، قول لي بارول اختنا نادى العيادي اللي هي جورناليست على فوا، وخونا منير بن ناصر. شنو اسمها؟ نادى العيادي. نادى العيادي هي اللي كتبت لك الكلمات. هي بالفرنسية. حيوها بالمناسبة. وخونا منير بن ناصر، وانا جاي في ثنية نحفظ الكلام في الكلام. باهي. معناتها سي دي لامبروفيزاسيون مي اونكادرمون شوية. بون نهدي لك اللي كنت جو بروفيت دو لوكازيون ومدام مهرزية بحذانا. غنية باش نهداها للمرأة بصفة عامة. نهديوها للناس اللي تفرجوا فينا. اي خاصة. الناس اللي تفرجوا فينا خاصة. المرأة اللي تبغيها وبزاف تلعب بيها، تغلط وتبكيها ساكتة وما تدوش، المرأة ماشي في بالك ديرها خديمة ديالك، مش طبيعي حالك وعامل فيها دروي، المرأة بزاف حنينة ومعاها الدنيا زوينة، ياللي انت بلا بينا ما تقدرش تعيش، انا ما نكون ليك وانت ما تكون ليا، انا صعيب عليك شوف غيري مرانية، انا ما نكون ليك وانت ما تكون ليا، القلب اللي يبغيك راح نكويه بيديا، المرأة مش غريبة امك ولا حبيبة، اختك والقريبة تظلمها ما يجي، المرأة بزاف حنينة ومعاها الدنيا زوينة، ياللي انت بلا بينا ما تقدرش تعيش، المرأة ماشي في بالك ديرها خديمة ديالك، مش طبيعي حالك وعامل فيها درويش، انا ما نكون ليك وانت ما تكون ليا، انا صعيب عليك شوف غيري مرانية، انا ما نكون ليك وانت ما تكون ليا، قلب اللي يبغيش راح نكوي انا بداي. احمد المجري. شكرا جزيلا الاستاذ محلزي العبيدي، شكرا استاذنا صادق بالعيد، شكرا على المساهمه، دون ان ننسى الفنان فتحي الهداوي، شكرا على هذه المساهمات. وفاصل ونواصل الجزء الثاني مع ضيوف جدد حول احتفالا بجائزة نوبل للسلام التي تحصل عليها الشعب التونسي. إلى اللقاء.